هي مش أي حد هيدعي أنه الله علينا أننا نخر الساجدين وهنا بنطرح تساؤل آخر هل قدم المسيح براهين ألوهيته؟ نعم. الإجابة بكل تأكيد نعم وأنا أعتقد أنه الله علشان يكون الله يلزم صفاته الطبيعية تكون موجودة يعني الله علشان يكون الله لابد أن يكون أذلي أبدي ترمدي ليس له بداية وليس له نهاية الله علشان يكون الله لابد أن يكون كلي الوجود فما فيش مكان يخلو من وجوده الله علشان يكون الله لابد أن يكون كلي المعرفة لا تخفى عنه تفصيلة صغيرة كانت أو كبيرة الله علشان يكون الله لابد أن يكون كلي القدرة كلي السلطان يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر الله علشان يكون الله لابد أن لا يعثريه تغيير ولا ظل دوران هل هذه الصفات ظهرت في شخص المسيح قولا وفعلا الإجابة بكل تأكيد نعم إنه مش مجرد أقوال إحنا بنتكلم على أفعال إنه المسيح يعني أثبت يعني لما قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن صحيح. مش مجرد كلمات مع إنه الكتاب كذا مرة بيتكلم عن المسيح كابن الإنسان ولكن المعاصرين في أيامه في أيام المسيح فهموا أن المسيح عم بيتكلم عن ألوهيته هاي الأشياء اللي, اللي ذكرتها بتعبر عن هويته كلية الوجود كلية كلي القدرة, القدرة، كلية كل المعرفة, المعرفة، كلية الحضور في كل زمان ومكان و... اذى أبدي, أبدي غير متغير يعني كلها وجدت في يسوع المسيح وما فينا انه يعني صفه او من هؤلاء الصفات من هذه الصفات نسقطها لانه اسم اذا مش موجوده فاذا كل هذه الصفات مش موجوده يا اما كلها موجوده صحيح يا اما كلها غير موجوده لو خدت من كلامك مثلا من قبل ابراهيم انا كائن وحضرتك بتقول الثامعين فهموا طبعا فهموا لانه آه ولا نوح ولا آدم ولا أخنوخ ولا أي حد من اللي كانوا قبل إبراهيم يقدر يقول من قبل إبراهيم أنا كائن لو هتسأل أخنوخ أو آدم حتى هيقول لك من قبل إبراهيم أنا كنت م. فعلا آدم يعني. يقدر يقول من قبل إبراهيم أنا كنت واليهود فهموا واليهود فهموا لأن كلمة يرجموا المسيح صحيح كلمة كائن دي يعني أهي آه أيوه. لما آه موسى قال للرب أقول لهم أنت مين قال له قول لهم اهيا الذي اهيا هي انا الكائن فلما بيقول لهم من قبل ابراهيم انا كائن يعني هو ليس مجرد اقدم زمنا من ابراهيم وليكن مثلا اول شخص خلقه الله هو المسيح كان وقتها قال من قبل ابراهيم انا كنت لكن لانه اذلي قال من قبل ابراهيم انا كائن كائن, كائن واليهود فهموا طبعا يعني هاي نقطه مهمه كثير انه كيف السامعين في ايام المسيح فهموا هذا الموضوع